في واحد بيحب ياخد عجل كبير يعدي ال 25,000 او ال 30,000، في واحد تاني بيحب عجول صغيره زي الصغيرين دي بتبقى من 20 ل 25,000، في واحد بيقول لك لا انا عايز خروف، عايز كبش، عايز جدي. اللي بيحكم الموال ده كله اذا كانت تنفع للشريعه للذبح ولا لا. يعني في العجول لازم أن تكون معديه السنتين من العمر 24 شهر. في الغنم لازم اقل حاجه وخصوصا في الخروف من 6 اشهر لسنه. الجمل لازم أن يكون عدى الخمس سنين. دي بتختلف، لكن الاسعار بتزيد شويه في العيد بسبب النقل، بسبب الاكل، بسبب الشادر اللي بيتصرف عليه فلوس، فبالتالي المصاريف بتزيد. لو في الايام العاديه مثلا ب 55 تلاقيه في العيد بقى ب 58. هو ما غلاش، هو مصاريف العجل كترت. كان من سنتين ثلاثة ممكن تذبح أحلى عجل ب 20,000، السنة دي 30,000 على ما تذبحه، والعمالة غليت برضه. يعني لو كنت بتذبح السنة اللي فاتت ب 1000، السنة دي بقى ب 1300 أو 1400 جنيه الذبح، فبالتالي الطلب بيقل فالعرض بيكتر، فما فيش سحب زي كل سنة. انا على طول باجي اخد من هنا سواء نقل تقيل مع تريلا شغال هنا في اكتوبر، بنيجي مره او مرتين في الاسبوع ناخد من المحل لحمه. صراحه يعني اللهم صل على النبي، الواحد بقى يخاف من اللحوم اللي بره، بس هنا حته لحمه 100 100. لا طبعا اغلى عشان فرق الغلي والكلام ده، لحم غلي وكل حاجه غليت. هو الحمد لله احنا بنحمد ربنا، في غيرنا مش قادر يجيب. الحمد لله وشكر لله ان احنا بنشتغل وبنجيب. هو بصراحة الناس اتضغطت من غلاء اللحوم صراحة. في ناس لعلمك يعني انت ممكن تقول لا ده الناس الزبائن كتير ولا حاجة، لكن في ناس يا عيني بطلت تأكل لحوم من غلاء الأسعار. عشان الدنيا يعني كل حاجة برضو غالية، كل حاجة عمالة تزيد، تمام؟ يعني بيبقى في فرق عن السنة اللي فاتت. النهاردة يعني على أرضه عامل 57، بنبيعه احنا هنا ب 58 جنيه. اللي هي الحاجة التمام، الحاجة مش عيانة، الحاجة السليمة زي ما انتم شايفين حضراتكم كده قدامكم. الأيام اللي تجهيزاتنا بس بتبقى للأضحية. تجهيزاتنا بتبقى للأضحية. تمام؟ يعني بنجيب عدد عجول، بيبقى عدد الخرفان. الايام العاديه ما بيبقاش في الشادر ده، بتبقى الشغل ايه واحده واحده برضو، ما بيبقاش زي شغل العيد. الجو تعبان، الفلوس قليله مع الناس، فلوس قليله مع الناس.
ماشي، تعالى السنة اللي فاتت ماشي كان يعني في قرش خد وهات، انما السنة دي يعني الحمد لله برضه. الجو وحش خالص، ناس يعني شوف السنة اللي فاتت كان بسعر والنهارده كان بسعر وكل يوم بسعر. تمام. بس يعني انت شايف المحلات هاي دي ايجارات وقرف وناس يعني ما فيش زي الاول.